قصف مدفعي من الحواجز السلاقيات على الأراضي الزراعية لمدينة اللطامنة. قصف مدفعي من حواجز السلاقيات على الأراضي الزراعية لمدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. والدخان تصاعد. 11/5/2017. قصف مدفعي من الحواجز الجنوبية على الأراضي الزراعية لمدينة اللطامنة. قصف مدفعي من الحواجز الجنوبية على الأراضي الزراعية لمدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. والدخان تصاعد. 11/5/2017. قصف مدفعي على مدينة اللطامنة. قصف مدفعي من الحواجز الجنوبية على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. والدخان تصاعد. 11/5/2017.